مونيكا سافوكا من مدينة كاتانيا في صقلية، وزوجتها ماريا كاريراس من برشلونة. تعرفتا قبل 15 عاماً وكان حباً من أول نظرة. بعد ذلك بوقت قصير أنجبت ماريا ابنها باو عبر تبرع بحيوانات منوية، وأنجبت مونيكا ابنتها ميا بعد 9 أشهر بنفس الطريقة. يمكنك التذوق الآن ولاحقاً أيضاً. لماذا بملعقة كبيرة؟ هل تفضلين أصبعي؟ لا. الفوز الانتخابي لليمين المتطرف عكر صفو الأسرة. مونيكا وماريا خائفتان من المستقبل. عندما يسمع طفلان اسم جورجيا ميلوني يشعران بالذعر. لقد سألانا ماذا سيحدث الآن، وقمنا بطمأنتهما وقلنا لهما عليهما ألا يقلقا. والخوف بسبب خطب كهذه لجورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا الفاشية. نعم للعائلة التقليدية، لا للمثلية الجنسية. نعم للهوية الجنسية، لا للأيديولوجية الجندرية. نعم لثقافة الحياة، لا لثقافة الموت. صدى عبارات كهذه يدوي حتى في سفح جبل إتنا في كاتانيا. وعائلة مجتمع الميم من أمثال ماريا ومونيكا يخشون من أوقات سياسية صعبة ستكون في انتظارهم. جورجيا ميلوني تخيفني، لأنها حتى الآن وفية لخطها السياسي، لذلك أشك في أنها ستتغير الآن. برنامجها ليس مجرد برنامج سياسي، بل تصور دقيق للشكل الذي يجب أن يبدو عليه المجتمع والسياسة، وأخشى أن نعود إلى الوراء بخطوات في كل ما يتعلق بحقوق الأقليات. الأكاديميتان تخشيان قبل كل شيء من أن يتسمم المناخ المجتمعي عبر الخطاب اليميني العدواني. يكمن الخطر في أن أشياء كثيرة ستصبح مقبولة اجتماعيا، كإهانة النساء دون رادع ومعاداة المثليين علنيا ودون عقاب. خلال الحملة الانتخابية حاولت جورجيا ميلوني تقديم نفسها كسياسية معتدلة، لكنها أكدت مرارا أن ما يهمها هو الأسرة التقليدية. فيما يتعلق بحقوق الأزواج المثليين فهناك الشراكات المسجلة، وهذا كاف تماما. أنا ضد حقوق التبني للأزواج المثليين والمثليات، ليس لأنني ضد المثلية الجنسية كما يقول البعض، ولكن ببساطة لإعطاء الأطفال الحد الأقصى من حقهم في وجود أم وأب وعلاقة مستقرة كما ينص القانون. فلامينيا ساكا أستاذة في جامعة لا سابينزا في روما، وهي تدرس السياسة، وقد تابعت الحملة الانتخابية لميلوني ومنظومة قيمها السياسية. ما رأيناه خلال حملتها الانتخابية يمكن تلخيصه في أحد شعاراتها: أنا أم وأنا مسيحية وأنا امرأة. هذا يصف الثقافة السياسية لها ولحزبها بشكل دقيق، وسيكون هذا أيضا أسلوبها عندما ترأس الحكومة. لأنها متأكدة من أن الحزب الفاشي الذي ترأسه لا يمكنه التغيير إلا في حدود، ولأن لديهم مساحة مناورة صغيرة في الاقتصاد والسياسة الخارجية، فمن المرجح أن تعمل الحكومة على قضايا الهوية. الأقليات بمثابة أداة للتمييز السياسي، وما يعنيه ذلك لمونيكا وماريا وباو وميا ليس واضحا بعد. وإذا ما تدهور الوضع فالعائلة قررت الخطوات التي ستتخذها. إذا ساء الوضع فنحن مستعدون للانتقال إلى بلد آخر، لأن أطفالنا لهم الأولوية، ومن أجل سلامتهم ورفاهيتهم وحقوقهم نحن على استعداد لمغادرة وطننا. تأمل مونيكا أن تعود جورجيا ميلوني إلى رشدها، وألا تتبع سياسة اجتماعية تعود بالمجتمع إلى الوراء وتضر بالأقليات، لأن ذلك من شأنه أن يغير حياة أسرتها وحياة العديد من الإيطاليين.